وحوش عملاقة عائمة، مدن متكاملة تجوب بحار الأرض، ضخمة لدرجة أن مطاعم ومسابح ومدن ألعاب ومسارح ودور سينما وفنادق، جميع ذلك موجود على متن هذه الهياكل المعدنية. إنها السفن السياحية العملاقة. عام 1795 تم بناء أول مصنع لصناعة السفن السياحية العملاقة في مدينة بابنبورغ شمال ألمانيا، مصنع ماير الألماني للسفن الذي يعمل فيه قرابة 3300 عامل، يبدعون في إنتاج 3 إلى 5 سفن عملاقة كل عام. أما الجارة فرنسا فأنتجت في حوض بناء السفن في سان نازير هذا الوحش العائم، وأطلقوا عليها اسمه أعجوبة البحار أو سيمفونية البحار. هذه السفينة مكونة من 18 طابقا وتتسع 9000 شخص، يبلغ طولها نحو 361 مترا، فيها 8 مناطق ترفيهية تحتوي إحداها على أكثر من 20,000 نبتة، وتضم أكبر منزلق مائي في البحر و22 مطعما وأربعة مسابح وأكثر من 2700 غرفة، ومرافقها تشمل أيضا متنزها مائيا للأطفال وملعبا لكرة السلة بالحجم الكامل وحلبة للتزلج على الجليد ومسرحا يتسع 1400 مقعد ومسرح مائي في الهواء الطلق مع منصات للغطس ذات ارتفاع أولمبي. ولتشييد هذا العملاق البحري أنفقت الشركة المصنعة نحو 1,200,000,000 دولار. سيمفوني أوف ذا سيز أطول بنحو 30 مترا من أكبر السفن العسكرية التي تم بناؤها على الإطلاق، وهي حاملات الطائرات الأمريكية من فئة نيمتز. 3 شركات أوروبية تستحوذ على 90% من سوق تصنيع السفن السياحية العملاقة، وهي تشانتيرز دي أتلانتيك الفرنسية، الأولى عالمياً في صناعة السفن منذ أكثر من 150 عاماً، تليها الإيطالية فينكانتيري والألمانية ماير ويرفت، لكن المارد الصيني بدأ بالدخول على خط هذه الصناعة، الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على إنتاجية الشركات الأوروبية. بدأت الصين بالصعود تدريجياً في قطاع صناعة السفن خلال السنوات الثمان الماضية، وفي بداية عام 2023 أطلقت أول سفينة سياحية كبيرة أوكروز بسعة 6,700 راكب. عمر السفن السياحية العملاقة محدد ب30 عاماً، وبعد مضي 15 عاماً في الخدمة تبدأ ترتيبات خروجها من المسار البحري الفاخر، وتجربة رحلة الكروز على متنها حلم لملايين البشر حول العالم. فهل سبق أن جربتم إحدى تلك السفن السياحية العملاقة؟